تغيير ممره الأساسي للانتخابات النيابية، ولنقدر نعمل تغيير إيجابي بالنتائج حكماً لازم يكون في اقتراع صحيح. وتصوتوا وفق النموذج ولح نعمل فرز ونشوف الدش غلطته والدش صوتته صح. أهم شيء بهالتمرين إنه هو عمل تشاركي لثلاث جهات. هم الأساسي إنه عن جد هالناخبين، خاصة الناخبين اللي أول مرة بيقترعوا أو الفيرست تايم فوترز، يكونوا 100% انفولد بعملية التغيير يلي عم بتصير، تغيير الإيجابي بالبلد. إيه بس ليش جاي معه؟ كفيفة؟ عم تعروج؟ لا أنا شفتها جاية ما بها شيء، يعني قادرة توصل على المعزل. لا بس تعبانة شوي. لا معلي أنا بدي أعتذر منك أستاذ عمون معروف. أنا جاي صلي ساعة ناطر. إيه ما أنا ما خصني، القانون بيقول إذا هي قادرة توصل ورا المعزل أنا بدي أعتذر منك. بما أنه هالقانون كتير معقد يعني بده وقت وشرح كافي لحتى ينفهم، واللي شفناه من التدريبات اللي عملناها بال2018 أنه كتير أخذ وقت للناس قدرت تستوعب كل المواد تبعه وكيفية تصويت بالتحديد. وفي عنا 37 لائحة هي مكتملة، لأنه نحن بالقانون بيسمح هذا القانون أنه ما ضروري يكون اللوائح مكتملة. التثقيف الانتخابي هو أساس نجاح الانديكيتر لنجاح الانتخابات. هذا بيأكد أنه إذا الناس عارفة فهماني بالقانون الانتخابي وبتعرف تماماً شو عم تعمل لأي لائحة عم بتصوت أو كيف عم تودي صوت التفضيلي. هي المشكلة مش بس بنقص المعلومات، المشكلة بتغيير بالقانون الانتخابي أو بالإطار القانوني. ما عم بنعطاه مجال للإطار القانوني قبل فترة بالدورة الانتخابية نبحث فيه إن كان الإصلاحات أو أي تعديل بالقانون، عطول عم بيكون آخر شهر أو ثلاثة أشهر من الانتخابات، من موعد الانتخابات. أهمية هالتعاون بين DRI لبنانيون و SMA إنه عم نراكم خبرات هالثلاث جهات سوا. كل واحد منا كان يمكن بفترة عتماس مع فئة معينة من الناس. الأدفانتج بهالمرحلة إنه قدرنا جمعنا كل هالفئات هيدي. عم نكون موجودين بعدة مناطق لبنانية وعم نلاحظ إنه الشباب والصبايا خصوصا يلي أول مرة بيصوتوا بعد لهلا وللأسف القانون الانتخابي منه واضح لهم أبدا. الرسالة يلي منحب نوصلها كادي أرآي عشية الاستحقاق الانتخابي هي دور الشباب والصبايا بالتغيير. لازم يصوتوا، لازم يعرفوا يصوتوا، ولازم يصوتوا بطريقة صح.